رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتكم في برنامجكم عيدكم مبارك، ومن أجواء المسابقات مع زميل سعد الخلف إلى أجواء الشعر والكلمات والمشاعر. وعبد الله دائما الشعراء لهم بصمة واضحة في كل المناسبات، يحرصون على تواجدهم وعلى أنهم يشاركون من خلال الكلمة وقصائدهم. أكيد، وضيوفنا اليوم احنا نتشرف في وجودهم، نورينا في الاستوديو الشاعر سلطان الشريد والشاعر حمدان الديحاني. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. يا مرحبا، بخير وخير وسلام، عيد عليكم مبارك. عيد عليكم مبارك، عيد مبارك، ومنورينا في عيدكم مبارك. في البداية ودنا نتكلم عن أجواء العيد بالنسبة لكم كشعراء. بداية معاك أستاذ سلطان، هل يعني تحرص أن يكون لك مشاركات شعرية في العيد؟ بلا شك أن دائما الشاعر، أنت قبل شيء قلت بالمقدمة، يحرص أن يكون متواجد في كل مناسبة اجتماعية تخدمه وتخدم البيئة الاجتماعية. نعم. على سواء الخدمة جليلة أو خدمة لأهل شخصه، خدمة شخصية. احنا نحرص والله دائما احنا نكون متواجدين في العيد وفي غير العيد، سواء عيد وطني أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، دائما حريصين على تواجد. أكيد حمدان، تشاركت في شعر المليون. صحيح. المشاركة شلون كانت؟ شنو أضافت لي حمدان؟ المشاركة قبل لا أتطرق لها بشكل شخصي، أي محك بالنسبة لأي شاعر يغير محتواه الفكري ويغير حتى طريقة كتابته للقصيدة، لأن إذا كان يعرض القصيدة للفضاء العام ممكن ما يكون في احتكاك مباشر مع الشاعر. صحيح. لكن في أي منافسة الاحتكاك هذا يصقل الموهبة عنده ويغير طريقة كتابة القصيدة بلا شك يعني. لكن يمكن في بعض يختلف معك يقول لك لا ما أبي أروح، وفي لجنة حكم تقيم كلامي وشعري، وخلني مع الجمهور متواصل دايم. صحيح، في ناس كذي، لكن هذا اللي يخاف، يعني يخاف أنه يتعرض للنقد أمام الناس. لكن إذا فرق بين شخصه وبين المادة اللي يقدمها ما راح يخاف، لأنه بالتالي هو شعر، فحتى لو تعرضت للنقد على القصائد اللي قدمتها ما يسئلك بشكل شخصي. وأتوقع هذا النقد يفيد أكثر. صحيح، فممكن أنت شايف شيء ومع الأيام تشوف أنه غلط، شلون تعرف إذا ما كان في لجنة أو كان؟ نعم، ويكون أكيد هذا النقد بناء لأنه من ناس مختصين موجودين في هذه اللجنة. ودي أتكلم معك سلطان عن تجربتك في الديوان الشعري الأخير أنا فقط، كلمنا عنه. أنا والله أصدرت ديوانين. كان الأول أنت وأنا. فالثاني غيرت الاسم إلى أنا فقط. أنا فقط. تجربة جميلة جدا. أنا عندنا في معرض الكتاب في الكويت كمية زاخرة من الشعراء والكتاب والنقاد والمؤلفين، كل أمانة يعني تسعد أنك تدخل معاهم وتخوض التجربة معاهم في الاحتكاك معاهم في التواصل معاهم. نعم. تجربة جميلة جدا. نعم. ومستعدة أكررها مرة ثالثة. العنوانين أنا حسيت مرتبطين وايد ببعض، هل كأن الديوان الثاني جزء ثاني من الأول؟ لا، هو مجرد إحساس أنت حسيتي، ولا هو ما هو مرتبط الأول بالثاني نهائي. نعم. ما هو مرتبط الحال. حلو، بداية حديثنا فاطمة ذكرت. نعم. بأن أنتم تكونون دائما متواجدين في أي مناسبة. تستغلون وجود بعض الأحداث عشان أيضا الغريزة الشعرية عندكم تطلع. أكيد. يمكن حمدان كانت في لك كلمات في العيد الماضي، خصوصا العيد اللي طاف. صحيح. كان الوضع مختلف. صحيح. علينا حظر، مرينا في حظر جزئي، حظر كلي، ما كان في صلاة عيد. صحيح. فكانت في لك أبيات. صحيح، كان في أبيات، والشاعر عموما لسان حال الناس يعني. نعم. لازم يكون متواجد في كل لحظاتهم. ففعلا مثل ما قلت كان العيد اللي طاف يعني كان غريب، كان غريب شعور، اول مره نحس انه عيد لكن ما في صلاه عيد. فقلت العيد هذا غير عن عيدي العام، هو الوحيد اللي عسى ما نعوده، عيد بتباعد اجتماعي وكمام وكل يراعي بالمسافه حدوده، تكبير عيد بدون تكبيره احرام، ولا المصلى يزدحم من وفوده، ولا عيادي تنخرد لأربع أرقام، وطفل يعايد مرتين ونزوده، عسى يعوض معايدك من ورا الكام، حضن عساني منحرم من وجوده، وعسى يعوض
عن رجانا بالأيام دعوة مصلي خاشع في سجوده، يزيل هالغمة عن الخاص والعام ونرجع بخير، فضل ربي وجوده يجي نهار يطرد أضغاث الأحلام وفصل الربيع ترتم بتوربي. الله أكبر. فعلا يعني الكلمات معبرة عن تفاصيل عشناها السنة اللي طافت وشلون العيد كان مختلف في التباعد الاجتماعي وغيرها من الأمور اللي كانت موجودة في العام السابق. الحمد لله هالسنة الأمور تحسنت وبلشنا نرد للحياة الطبيعية بشكل تدريجي. سلطان، هل كان لك قصيدة خاصة في العيد؟ إيه، كان لي قصيدة خاصة في العيد، ولكن نعم. أنا دائما قلت الشاعر أول شيء يخدم نفسه، يعني نعم. مثل ما قلت أنت غريسته بالضبط. لا شخصياً في أحيانا نعم. تواجدت معي أنا والله قصدت في العيد. قصدت نعم. قبل لا تقول لنا القصيدة لازم تتقهوى قبل. طول لي عمرك. وبعدها إحنا والله بنستغل وجودكم اليوم، بنخليها أسبوحة شعرية في صباح العيد هذا، ومنها يستمتع المشاهد معنا. وحنا متعطشين بعد كذا. أكيد. وهذه أجواء العيد. صحيح. يمكن للحين ما ردينا نفس عيد العام مثل ما قلت يا أحمد. محتاجين يعني كم عيد عشان ترد الأجواء يعني. إن شاء الله إن شاء الله عن قريب إن شاء الله تزول هذه الغمة عن هالأمة هذه ونرد مرة ثانية طبعا بالتزامنا. الأمور هذه كلها ما راح تزيد وما راح إلا بالتزامنا في الاشتراطات اللي وضعت من قبل السلطات الصحية، اللي في النهاية هي اللي مصلحة الجميع، سواء في التباعد وفي التطعيم وفي غيره، هي لمصلحتنا مصالحنا الشخصية. حلو. نتمنى ان احنا نلتزم فيها اكيد، لان نبي نعدي. صحيح. ما نبي نتقدم ونرجع مره. اي والله صادق. صادق. خلينا عيل في اجواء العيد وخلنا نسمع منك شيء عن اجواء العيد. حاضر. هي اربع ابيات والله. يقول كل عام وانت وسط قلبي تسكنين، ومخاشرك في الناس غير امي وابي، يا ملغيه كل البنات بكل عين، تمخطري في وسط قلبي ولعبي، ولازم عن اللي وسط صدري تعرفين، اللي ملك مثل القمر وش هو يبي، قد قالوا ان يخلق من الزول 40، لكن وجهك ما خلق مثل هضبي. صح لسانك. صح لسانك. فعلا فرحه العيد غير. ودنا نعرف منك حمدان، يعني بعيدا عن الشعر، اجواء العيد يعني هل تحرص على امور معينه لزواره مثلا؟ صح. والتجمعات العائليه وزعت عيادي؟ اكيد. لينكات ولا لا؟ صارت لينكات خلاص. صارت لينكات. ما عاد في كاش الحين خلاص، لان سبحان الله حسينا بقيمه العيد يوم العيد اللي طاف، يوم صار في حظر كلي. صح. وصار في حسينا بقيمه الزواره، وحسينا يعني صار العيد من غير طعم يعني كان. لكن الحين خلاص ردت الاجواء والزواره وصلت الرحم. ولازم نحبب الاطفال بالعيد من عن طريق الأعياد، أو نفرحهم يعني أكثر من المناسبات الثانية، لأن هذا هو اليوم اللي المفروض الإنسان يفرح فيه. أكيد. عيد الفطر وعيد الأضحى. أكيد. هو مثل ما ذكرت يعني هي فرحة الأطفال في هذه المناسبة، مثل ما قال حمدان سلطان، ردينا لكن ردينا بحذر. بحذر فعلا. وهذا هم دوركم، بأن أنتم توعون الناس من خلال كلماتكم. فعلا إحنا نوعي الناس، نقدر نوعي الناس. أنا أول ما سكروا للمساجد وأول ما أغلقت المساجد وجات الاشتراطات الصحية، جاء في جدال على موضوع أنك هل ممكن أنك تجتمع مع العالم، وكتبت بيتين على الموضوع هذا. قلت المجلس اللي امتلأ ضحكه وترحيبه، بيبانه انسكرت خلق الله الدله، واللي اعتذرنا عن الضيف ومواجيبه، بيوتنا ما هي أطهر من بيوت الله، بيوت الله سكرت. احنا سكرنا بيوتنا، ما هي ضعف، لكن الخوف من الاشتراطات الصحية، والخوف على اللي عندنا، والخوف على العالم اللي برا. نعم. فعلا في بداية الجائحة كان في كثير من الأشخاص عندهم حرج في أنهم يعتذرون من الناس اللي يزورونهم في البيت، وحلو أنك بادرت في هذه الأبيات تعبر فيها عن الواقع، وشلون المفروض الواحد يتقبل هذه الأمور لين تمر الأمور وترد الحياة بشكلها الطبيعي. حمدان، العيدية قلت وزعت العيدية. نتكلم عن الأصدقاء، وأكيد في أمور خاصة في العيد، خاصة في تجمعات الأصدقاء. صحيح. بعيدا عن الأهل، هل هالسنة قدرتوا ترجعون لتجمعات العيد مع الأصدقاء؟
مو بس في ظل الأزمة اللي احنا عايشينها، في ظل الثورة المعلوماتية وفي ظل السوشيال ميديا، صار العيد أو صارت التهاني باهتة أكثر من قبل. قبل كانت بشكل شخصي، الحين صار بس برودكاست وصار مسجات يعني على أساس أسهل ويوصل أكثر لأكثر شريحة ممكنة. حتى كنت كاتب أبيات يعني في الموضوع هذا، قلت رسائل التهنئة بالاسم في كل عيد ما تنقل إحساس راعيها ولو تندبل، بتختصر له مسافات وتقرب بعيد لكنها لقبلت للقلب ما تنقبل. كل يوم نطلع ببرنامج تواصل جديد لكن تزيد المسافة بيننا عن قبل، بسهولة وصولنا للناس ما نستفيد، يتجزأ إحساسنا كل ما تزيد السبل. بسهولة وصولنا للناس ما نستفيد، يتجزأ إحساسنا كل ما تزيد السبل. جسر العلاقات كان أقصر لكنه حديد، اليوم ممتد في طوله لكنه حبل. خل التواصلك بالغالين طابع فريد، هالشي بيزيد قدرك عندهم عن قبل. وفي زحمة التهنئة خل اتصالك سعيد، الصوت الأكثر شفافية والأكثر نبل. ما أقول خليك قريب ولا خليك بعيد، أقول يكفيهم من حبال صوتك حبل. الله صح لسانك، صح لسانك. سلطان أنت شلون تتواصل وتعايد على أهلك، على ربعك، على ناسك؟ برودكاست؟ لا والله، ولا تحرص على أنك تتصل على شخص حتى اللي ما تقدر توصل له؟ والله شوف، أنا أتصل على شخص خصوصا في العيد هذا. أنا أتكلم لك، أنا ما رحت لأحد يعني كل ما أنا تواصلت مع اللي لهم حق علي فقط لا غير، وجيتهم. أما الباقي لا والله اتصلت عليهم اتصال، أنا ما أرسل برودكاست أبدا. نعم، مالها طعم، لأن كلنا ما نشوف. إيه صح، خلنا نكون، إذا عندك موضوع مهم ليلة العيد لا تدزل واحد واتساب. صح لأنه ما راح يقرأ، راح يضيع المسج كلها رسالات ما راح تقدر نهائي. دائما تحرص أنك أنت تتصل عشان تبين قيمة الشخص اللي قدامك، وبالمقابل تبين له أنك أنت حريص على تواصلك معه. نعم، وكثير من الأشخاص على فكرة يعني يقعون في خطأ في أنهم يرسلون مسج ناسخينة اسم مو اسمهم. صحيح، آخر شيء يعني هو داز خالتك أم محمد. ومش جروب بدل إيه صح، يسوي جروب بدل البرودكاست. وحتى شعور أن أحد داق عليك ويعايدك يعني أفضل من أنه يدز مسج. يعني حتى لما تقيس على نفسك، لما يدق عليك احد يعايدك تحس انه لا يعني ميزك عن الباقين. فعلا، اما المسج يعني تدري انه لك ولغيرك يعني واصل. هذا مسج زين، الحين صار في صوره انستغرام سوي لايك، يعني ان عيدكم مبارك. مبارك والله، ما لها طعم. نعم، على طاري السوشيال ميديا، انا لاحظت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتواجد الشعراء في مواقع التواصل الاجتماعي، صار في يعني خط خاص في السوشيال ميديا ولون خاص بالشعر وطريقة خاصة للشعراء. هل يعني هالشيء راح يضيف للشاعر نفسه إذا خذ هذا اللون الشعري في السوشيال ميديا؟ الكلمات السريعة اللي تكون يعني تتناول موضوع لكن توصل المعلومة أو الرسالة بطريقة سريعة، لأن السوشيال ميديا يعني إن كثرت دقيقة إذا بتسوي. صحيح، يعني ما صار مثل أول قصائد طويلة مثلا، يعني صاروا الناس يختصرون الموضوع 7-8 أبيات دقيقة. أي بدقيقة، عشان ما يزيد عن الدقيقة. فهو في جانب إيجابي في جانب سلبي. الجانب الإيجابي أنه يعني يختصر الموضوع أو يختصر الرسالة اللي حاب يوصلها للناس، وشيء مو إيجابي أنه ما يبين حرفة الشاعر فيها. يعني الشاعر كل ما تزيد القصيدة كل ما يبين أنه متمكن أكثر. نعم. يمكن في شغلة، كونكم شعراء تلتقون دائما يا في أسبوحة شعرية يا في أمسية شعرية، لكن الفترة الماضية وبسبب الجائحة تحول كل شيء إلى التكنولوجيا والأشياء الرقمية، فصارت حتى الأسبوحة عن طريق الزوم، عن طريق بعض البرامج. تواصلتوا؟ حاولتوا أنكم؟ تواصلت والله، بس ما كان لها. إذا ما كان موجود والله كنت أنتظر بس متى يخلص أساس أن أنا أقفل وأطلع من الموضوع. ما كان مملة جدا. صحيح، إذا ما تفاعلت مع الجمهور، إذا ما صفق لك الجمهور، إذا ما حسيت إذا ما حسيت أحد يصفق لك، وشفت من نظرات الناس الإعجاب وشفتهم، ما يصير في شغف أنك تكتب قصيدة. ما في دافع. بالعالم الافتراضي سوينا أمسيات، لكن
ما كانت بشعور الامسيه او شعور الاسبوع فعلا. بس نعم. ينفعكم خارجيا العالم الافتراضي لان ممكن حتى برا يشوفه ممكن حتى الامسيه تكون منقوله لايف لكن لازم في ناس يعني موجوده الخارجي والخارجي ممكن ننزل لي بوست في الانستغرام قصيتي فيها وخلاص انتهى الموضوع اشوف تفاعلها تحت بالكومنت أيوه. اما تطبيق زوم انا قاعد اتفاعل انا ويا ما تدري ما ادري الناس من اللي موجود شغله وقايم راح فعلا يعني انا معلم وحاس بالمساله يعطيك العافيه عارف الموضوع اكيد احنا ودنا نسمع من كل واحد فيكم قصيده وراح يكون في تفاعل انا بوصي الشباب ورا الكواليس ان يسبقون يعني التفاعل باذن الله نبلش مع حمدان تفضل انا احس الجاذبيه بالارض من الحنين لو يفسرها نيوتن بغير حروف شوف كيف لادمي منها مخلوق طين وهي ما ترتاح لين تحضنه بجوف هذه الدنيا محطه حنا عابرين كل شمس تطل لازم يحين كسوفها كانها بتزين الايام ولا لا تزين خليك اذكى لو تزيد الحياه صدوفها حاجه تدور عليها وعيت لا تبين سوي نفسك ما تبيها عشان تشوفها التغابي فن وندل دل انك ذهين عش غبي والناس تلعب على مكشوفها النفوس جنود من جند رب العالمين نفسنا نوقف عليها ونفس نطوفها والمصافح بالاحاسيس ما هو باليدين البشر تستخدم احساسها بكفوفها ارض نفسك نفسك اولى من الناس اجمعين انت بعت الناس بتموت وانت تحوفها اللي منهم راح يبقى معك واحد اثنين والبقيه بتعذر بصعب ظروفها بكره اللي احط اسمك مع اسم الميتين اختر اللي راح تنشال فوق كتوفه الله حوك سلام حسانك هاي صفقه حسانك سلطان نختم معاك ان شاء الله في كلمات يقول صاحبك لشان وقته وحددها الظروف ما شكا من طعنه الوقت لو هي توجع يتحدى جرى الايام لو جاتها صدوف وكل ضيق لا تزايد يجي عقبه سعه ما تزحزح من رفيقي لجا لز الكتوف عقب اللي لزهمه صاحبه ما ينفعه لجل عين الصاحب نسوق بنفسنا الحتوف ودينا نموت دونه ولا قصر معه والله انا لا عطينا ودينا نموت دونه ولا قصر معه والله انا لا عطينا مدري ايش يقول الالوف ويش داعي جمعة المال في غير اسنعه ما حسبنا للدنانير ولا للالوف علم اللي يجمع المال وش له يجمعه وكل صاحب لا تقدم ونوب النكوف كان ما يمنح طيبه ترانا نمنعه ونخذوه للردى لين حد درب الجروف جيت احنه من طمانه وعينه وارفعه ويا رفيقي كل شيء معي يمكن يطوف واتغاضى بعض الاحيان كني مسمعه جعلنا لخطى السنافي عيون ما تشوف ما تدقق في الخطاوي وقل المنفعه صح لسانك صح لسانك سلطان ال شريد وحمدان العازمي عساكم من عواده وكل عام وانتم بخير بخير صح سلامه ورضا لي عليكم شكرا سعيدين جدا تواجدي معاكم مع اخوي حمدان الديحاني وهذه والله برك الليالي والله نورتونا شكرا لكم ننتقل لطلبتنا في الخارج ومن القاهره معنا طالبه مبتعثه عيدة مبارك